أحسن الله إليك. الأخ فيصل من الرياض، تفضل يا أخ فيصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. أسأل الله عز وجل إن الله عز وجل ينفع بعلمكم يا شيخنا. الحقيقة عندي سؤال. الله يحفظكم. تفضل. نعم. السؤال، نود من فضيلتكم توجيه نصيحة للنساء اللاتي يذهبن للأسواق وللأسف بكامل زينتهن، والأدهى والأمر حينما يكون ولي أمرها برفقتها يا شيخ. طيب، هذا أمر لا يجوز أن تذهب بالزينة، بل إذا أرادت أن تخرج لحاجة حتى ولو للمسجد فإنها لا تظهر بالزينة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفيلات، يعني غير متجملات. والله جل وعلا قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والتبرج هو إظهار الزينة. فإذا أرادت أن تخرج لحاجة من بيتها إلى السوق أو إلى المسجد أو إلى الدراسة أو للتدريس، فإنها تتقي الله وتتستر وتتجنب ثياب الزينة، تتجنب العطورات والروائح الطيبة، لأن هذا يسبب الفتنة منها وبها. ويجب على وليها أن يمنعها من ذلك، ولا يتركها ويقرها ويذهب معها وهي كذلك، لأنه قائم عليها وهو مسؤول عنها. قال الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل مسؤول عن المرأة، والرجل راع ومسؤول عن رعيته. نعم.